انتشرت اخبار ان محمد يوسف المدرب العام للفريق هو اللي بيتولى كل الامور الفنيه في مباريات الفريق بحجه ان الاسارتي ما عندوش علم او ما عندوش معرفه بامكانيات اللعيبه وان في مشاكل كتير ما بين اللاعبين. والكلام ده خلى الاسارتي يندهش بصوره كبيره جدا من الاخبار المغلوطه دي، وقال الاسارتي ان الكلام ده غريب جدا لان هو الحاكم بامره جوه الفريق، وان في البدايه كان بيعتمد برده على محمد يوسف في بعض المباريات بسبب تزاحم المباريات الخاصه بالفريق محليا وافريقيا من ساعه تولى المهمة في ديسمبر اللي فات، ولكن مع مرور الوقت قدر ان هو يتعرف على كل اللعيبه اللي موجودين في الفريق وما بقاش طبعا في اي مشاكل بالنسبه ليه. وقال المدير الفني ان هو استغل فتره التدريبات عشان يقدر يعرف اكتر امكانيات كل لاعب من غير ما يرتبط اسمه باي حاجه تانية، وان كل اللعيبه حصلوا على نفس الفرصه وان هو ما اعتمدش على اسم لاعب بعينه، وبالتالي هو اللي مسؤول الاول والاخير عن كل كبيره وعن كل صغيره في الفريق مع اعتماده برده على الجهاز الفني المعاون ليه، وكل واحد أو كل مسؤول فيه بيعمل أو بيقدم دوره على أكمل وجه. وكمان قال لاسارتي أنه هو تولى تدريب النادي الأهلي عشان هدف واحد بس، وهو أنه هو ينجح ويحقق البطولات، لأنه هو بيدرب أهم وأقوى فريق في القارة السمراء، وبالتالي فهو ما بيشغلش باله بالكلام اللي بيتردد من مروجين الشائعات.